ذكر بعض أهل العلم أن شروط الشفاعة ثلاثة: أولها رضا الله عن الشافع، والثاني رضاه عن المشفوع، والثالث الإذن. فهل هذا التقسيم صحيح؟ الرضا يا أخي هو الإذن، إذن الله هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع، والثالث هذا جايبه من كيسه ما أدري من أين جابه. نعم.